تبقى سب لينجوال بابيلا. بص في السب لينجوال بابيلا كده بدقه هتلاقي فيها خرم، والخرم ده قاعد بيطلع لك سلايفا. فالسب مانديبولار داكت بيفتح في السب لينجوال بابيلا جاست لاترال تو فرينيولم اوف ذا تانك. نكمل يلا القصه. نبص نلاقي السب لينجوال بابيلا لاترال ليها في ميكوزا الفولد عاليه. الميكوزا الفولد دي عليت بمين؟ عليت بالجلاند دي اللي تحت اللسان، عليت بالسب لينجوال سليبري جلاند. والفولد دي الميكوزا الفولد بتاع عليها السب لينجوال ميكوزا الفولد. لو جبت عدسه مكبره وبصيت على السب لينجوال فولدز دي هتبص تلاقي من 8 ل 12 نقطة بتطلع صلايبة. ايه ال 8 ل 12 نقطة دول بيطلعوا صلايبة؟ دول عبارة عن الداكتس اوف سب لينجوال سليبري جلاند. فانت السب مانديبولر بتفتح في السب لينجوال بابيلا اللي اون ذا سايدز اوف فرينيولم اوف ذا تانج، ولاترال ليك في السب لينجوال ميوكوزال فولدز اللي فاتح فيها من 8 ل 12 داكت بتوع السب لينجوال سليبري جلاند. السب مانديبولار سليبري جلاند يا جماعه، يا ترى ايه الارتيريال سبلاي بتاعها؟ سؤال بايخ. شوف الارتري اللي كلوز ريليتد للجلاند واكيد هو اللي هيغذيها. مين يا جماعه الارتري اللي حافر البوستير اند؟ عليكم السلام ورحمه الله، مش واخد بالي. مين الارتري اللي حافر البوستير اند اوف ذا جلاند؟ الفيشيال ارتري. مين السمباثيك سبلاي لهذه الجلاند؟ احنا اتفقنا قبل كده كل ارتري بيكون ماشي حواليه سمباثيك بليكسس، وكنا خدنا الباروت سليبر جلاند جواها الاكسترنال كاروتيد، والبليكسس اللي حواليها هو اللي هيغذيه. هنا هو بالمس الارتيريال سبلاي فيشيال ارتري، والبليكسس السمباثيك اللي حوالين الفيشيال ارتري هو اللي هيدي لك السمباثيك سبلاي.